بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب الملخص الفقهي من الفقه الإسلامي للدكتور صالح بن فوزان الفوزان. الدرس 120. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، وبعد. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نواصل الحديث معكم عبر هذا البرنامج، ونخص في حلقتنا هذه التحدث عن أحكام اللقيط، بعد أن تحدثنا فيما سبق عن أحكام اللقطة لعلاقته بها، إذ اللقطة تختص بالأموال الضائعة، وباب اللقيط يتناول أحكام الإنسان الضائع، مما به يظهر شمول أحكام الإسلام لكل متطلبات الحياة، وسبقه في كل مجال حيوي مفيد على نحو يفوق ما تعارف عليه عالم اليوم من إقامة دور الحضانة والملاجئ للحفاظ على الأيتام ومن لا عائل لهم من الأطفال والعجزة. ومن ذلك عناية الإسلام بأمر اللقيط، وهو الطفل الذي يوجد منبوذاً أو يضل عن أهله ولا يعرف نسبه في الحالين، فيجب على من وجده على تلك الحال أن يأخذه وجوباً كفائياً، إذا قام به من يكفي سقط الإثم عن الباقين، وإن تركه الكل أثم مع إمكان أخذهم له، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى. فعموم الآية يدل على وجوب أخذ اللقيط، لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولأن في أخذه إحياء لنفسه، فكان واجبا كإطعامه عند الضرورة وكإنجائه من الغرق. واللقيط حر في جميع الأحكام، لأن الحرية هي الأصل، والرق عارض، فإذا لم يعلم فالأصل عدم، وما وجد معه من المال أو وجد حوله فهو له عملا بالظاهر، ولأن يده عليه فيأخذه ملتقطه معه وينفق عليه منه، وتكون نفقته عليه منه بالمعروف لولايته عليه. وإن لم يوجد مع اللقيط شيء من المال أنفق عليه من بيت مال المسلمين، لقول عمر رضي الله عنه للذي أخذ اللقيط لما وجده: اذهب فهو حر، ولك ولاؤه وعلينا نفقته. ومعنى ولاؤه ولايته، وقوله علينا نفقته يعني من بيت مال المسلمين، وفي لفظ أن عمر رضي الله عنه قال: وعلينا رضاعه، يعني في بيت مال المسلمين. فلا يجب على الملتقط الإنفاق عليه ولا إرضاعه، بل يجب ذلك في بيت المال، فإن تعذر وجبت نفقته على من علم بحاله من المسلمين، لقوله تعالى: وتعاونوا على البر والتقوى، ولما في ترك الإنفاق عليه من هلاكه، ولأن الإنفاق عليه من باب المواساة كقرى الضيف. وحكمه من ناحية الدين أنه إن وجد في دار الإسلام أو في بلد كفار يكثر فيها المسلمون فهو مسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة. وإن وجد اللقيط في بلد كفار خالصة أو بلد يقل فيها عدد المسلمين فهو كافر تبعا للدار، وحضانته تكون لواجده إذا كان أمينا، لأن عمر رضي الله عنه أقر اللقيط في يد أبي جميلة حين علم أنه رجل صالح، وقال: لك ولاؤه، أي ولايته، ولسبق الملتقط إليه فكان أولى به. وينفق عليه واجده مما وجد معه من نقد أو غيره، لأنه وليه، وينفق عليه بالمعروف كما سبق. فإن كان واجده لا يصلح لحضانته لكونه فاسقا أو كافرا، واللقيط مسلم، لم يقر بيده لانتفاء ولاية الفاسق على المسلم. وولاية الكافر على المسلم فيها إفساد له، لأنه يفتنه عن دينه. وكذلك لا تقر حضانة اللقيط بيد واجده
إذا كان بدويا ينتقل في المواضع، لأن في ذلك إتعابا للطفل فيؤخذ منه ويدفع إلى المستقر في البلد، لأن مقام الطفل في الحضر أصلح له في دينه ودنياه وأحرى للعثور على أهله ومعرفة نسبه. وميراث اللقيط إذا مات وديته إذا جني عليه بما يوجب الدية يكونان لبيت المال إذا لم يكن له من يرثه من ولده، وإن كان له زوجة فلها الربع، ووليه في القتل العمد العدوان الإمام، لأن المسلمين يرثونه والإمام ينوب عنهم، فيخير الإمام حينئذ بين القصاص أو الدية وتكون لبيت المال لأنه ولي من لا ولي له. وإن جني عليه فيما دون النفس عمدا انتظر بلوغه ورشده ليقتص عند ذلك أو يعفو. وإن أقر رجل أو أقرت امرأة بأن هذا اللقيط ولده أو ولدها لحق به لأن في ذلك مصلحة له باتصال نسبه ولا مضرة على غيره فيه، بشرط أن ينفرد بادعاء نسبه مقر واحد وأن يمكن كونه منه. وإن ادعاه جماعة قدم ذو البينة منهم، وإن لم يكن لأحد منهم بينة أو كانت لهم بينات متعارضة عرض اللقيط معهم على القافة، فمن ألحقته القافة به لحقه لقضاء عمر رضي الله عنه بذلك بمحضر من الصحابة رضي الله عنه. والقافة قوم يعرفون الأنساب بالشبه، ويكفي قائف واحد، ويشترط فيه أن يكون ذكرا، أي يشترط في القائف أن يكون ذكرا عدلا مجربا في الإصابة. أيها المستمعون الكرام، نكتفي بهذا القدر في هذه الحلقة، ونستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.